أنا أشوف أنه موضوع الموصل هذا فرصة لجهتين، فرصة للشعب أنه هو بعد ما يقبل على الفساد، صحيح. من يشوف فساد يروح يغيره بنفسه. إحنا مو اللي نسوي مظاهرة ونروح قدام الوزارة ونسقط الوزير، لا لا، أنا من أشوف شيء بي فساد، من أشوف أنه أهلي راح ينضرون بهذا الفساد، أروح أنا أغيره بنفسي، أوقف لهم لأهل الجزيرة أقول لهم أنتم شنو مصعدين 300 واحد 200 واحد وهي 50 واحد، تنزلوهم كلهم وتصعدون بس 50 50 مثلا، او اروح واني ولو يعني الناس مو كلها تدري بهذا الشيء، طبعا مو كلها عندها هذا الوعي، ناس جايه تتونس، المفروض اكو ناس رقابه من الدوله. فهذا الجانب الاول. الجانب الثاني فرصه للدوله للحكومه انه هي تجعل من ماساه الموصل وهذول الضحايا بدايه لحكومه مشرقه، لحكومه ضد الفساد، تحارب الفساد، يعني